خير وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. عايز اشكر كل زملائي اعضاء الجمعيه العموميه بلا استثناء من محافظات مصر، القاهره، كل اقاليم مصر، كل محافظات مصر، كل فروع مصر، بشكرهم على الثقه الكبيره دي. ربنا يحفظكم. وطبعا عدم ترشح اي زميل على منصب المقاولين شرف كبير ليا طبعا. يعني مش هعرف اتكلم عنه لو كلمت واحد بجد هيبكي. احنا بنعتبر النهارده يوم رد الجميل، يوم الوفاء الاسره الموسيقيه تجاه الفنان مصطفى كامل على شهور وسنوات التعب والجد. انتوا كلكم لمستوا وتغير في النقابه من اصغر حاجه الى اكبر حاجه، حتى المقر تمرد عليه وقال لا يليق بمبدعين مصر، ولابد المقر يكون بالشكل ده عشان ده مقر بيعكس الصوره المصريه قدام الاشقاء في الوطن العربي. زي ما قلتها واكررها تاني، مليون شكر لكل زملائي، زميل من اصغر زميل اللي لسه واخدين العضويه العامله لاكبر زميل هنا في المهنه ومقاماتنا الكبيره. الف شكر على عدم ترشح زملاء كثيره كانوا قادرين انهم يعتنوا بالواقع ده، لكن الاتصالات اللي جت من الفتره اللي فاتت من كبار موسيقيين مصر اللي هم اساتذتي واخواتي وحبايبي يقدموا كل الدعم لمصطفى كامل، وكلمني من جده، وكلمني من الرياض، وكلمني من دبي، وقال لي نعمل ايه. دي ثقه كبيره جدا، يعني يا رب يكون الواحد قد. اسمحوا لي من فضلكم نقفل المباراه. طب فين خلاص انا النهارده عامل الاجتماع ده بالساده الزملاء اخواتي وحبايبي كل المرشحين، كل زملائي المرشحين على عضوية مجلس الإدارة، أقول لهم نورتم وشرفتم وربنا يديكم على قد نيتكم إن شاء الله نية صادقة لعمل الخير. لأن زي ما قلتها مرات كثيرة وبقولها كتير، إحنا في وضع استثنائي العالم كله فيه، ونقابة المياه الموسيقية شريحة من هذا المجتمع ومن هذا العالم. حالة الغلاء اللي تمر بيها البلاد وكل العالم، لكن خلوني اتكلم عن النقابه اللي احنا مسؤولين عنها امام الله، وزملائنا اللي احنا مسؤولين عنهم قدام ربنا. لازم كل حد يعتري اي مقعد في البلد دي او في اي مؤسسه من البلد دي اصبح على عاتقه، يعني هم كبير قوي، هم ان شريحته دي يراعي ربنا فيها قدر الامكان، يراعي ربنا فيها اكتر كمان، يقدم فيها اكتر من قوته عشان كلنا نشيل عن بعض المسؤوليه، كلنا نقدم لبلدنا ولاستقرار بلدنا ولاستقرار اخواتنا واولاد المهنه متطلبات ابسط من متطلبات الحياه، يعرفوا يعيشوا. انا بتمنى لكل زملائي اعضاء المجلس يا رب بامر الله الترابيزه دي، ترابيزه اجتماعات نقابه المياه الموسيقيه، اتمنى ان يكون عليها 12 زميل ممن يؤدون برضا ربنا وبيقين ان هو قاعد يحمل امانه ثقيله. الامانه ثقيله، حمل الامانات مش اي حد يقدر عليها. زي ما قلتها عن نفسي وبعلنها عن نفسي، انا لن اقبل باي فساد. انا بعيد عنها عموما بلدنا لا تحتاج الى اي فاسد في اي مؤسسه. وبرضه هاخص الذكر مؤسستي اللي انا فيها، خلاص مش حمل اي فساد. لازم كل بني ادم يبقى قاعد امين على الناس اللي امين على الكيان اللي هو منتمي ليه، حتى لا يعرض المكان ده واسمه للقيله والقال ولا السمعه الغير طيبه. احنا امناء على حاجات كتيره، امناء على ايتام، على ايتام ما لهمش بعد ربنا سبحانه وتعالى غير جهد ابوهم على مر السنوات، اللي النهارده هم يعني بيتذوقوا منه قليل قليل. انا قلتها لزملائي اعضاء المجلس من ثلاث ايام احنا مجتمعين. ايوه الجرايد وايوه الناس بتثني على قراراتنا، ان احنا رفعنا المعاش 10% في 10% في 10%، وصلنا ل 30%. انا من ثلاث ايام قلت لكل زمايلي ده مش مجدد. انا مش راضي ان الارقام بتاعه المعاشات تبقى بالشكل ده. منى عيني ان يبقى المعاش على الاقل نوصل بيه لحد، مش هقول ارقام عشان ما بقاش انا مش من الرجال اللي بتحب توعد وتخلف. انا دايما اقول
ربنا كريم، بس نحسن الأداء، نحسن الجهد، نحسن العمل، وربك هو صاحب الرزق في النهاية. بس ربنا هيديك دايما على قد تعبك، إذا اجتهدت وبذلت وأوفيت وكنت راجل أمين بما يرضي الله، ربنا هيكافئك أنت أولا في عيالك، وهيكافئك في إدارتك، ثم هيكافئ زمايلك بيك وبرضاهم عن أدائك. فأنا أتمنى من كل زملائي اللي أنا دعيهم النهاردة، هنقعد القعدة دي وهنقعد قعدة خاصة مع بعض، ربنا يصلح حالكم جميعا، ويا رب يوفق كل زميل لينا هو طاقة إيجابية بأمر الله إنه يقدم للناس حاجة كويسة. ده عمل خدمي من غير أجر يا جماعة، فاللي جاي يعتليه جاي يشيل عبء شخصي وبدني لنفسه ولأسرته، وربنا وحده يعلم مين من الناس اللي بتجتهد هنا بتفقد بسبب المنصب ده علاقاتها الاسريه، لانك طول اليوم بتحل في مشاكل زمايلك وشايل هم الحكايه، وربنا وحده يجازي كل حد خسر قد ايه من جهده ومن عرقه ومن وقته ومن علاقته باولاده وبيته. من ان يعني انا بقولها كتير، انا ما بقتش في حكايه بتجمعني انا وزوجتي، ما بقتش في حكايه اسريه بتجمعني. الحمد لله رب العالمين. حد يقول لي طب ليه بتعمل؟ انا راضي والحمد لله، دعوات الناس اللي بتجيني على موبايلي واللي زوجتي بتسمعها والاولادي بيسمعوها بترضينا من جوه، الى ان ياتي الوقت اللي انا احس فيه ان انا فعلا غير قادر. احنا بنؤسس دلوقتي من دلوقتي المجلس ده لمبدا الشرف حتى في العمليه الانتخابيه. بنأسس المره دي ان لن يعتلي هذه المقاعد تاني غير زملاء تنطبق عليهم كل شروط المهنه، ينطبق عليه الشكل والموضوع، ينطبق عليه انه راجل حسن السير والسمعه، انه راجل يمارس المهنه مش جاي يتكسب هنا من النقابه ومن مال الغلابه وهو ملوش شغلانه. يطبق شروط القانون كلها بامر الله، نورث الكراسي دي والمقاعد دي بعد كده لزملاء من زمايلنا اللي اجتهد وعارف يعني ايه تعب وشقة، عارف يعني ايه عرق، لان الراجل اللي بيعرف يعني ايه تعب وشقة ما بيعرفش ياكل حرام. اي انسان خد على الكد وعلى التعب وعلى انه يكسب من عرقه ومن شرفه، صدقوني عمره ما يمد ايده الحرام، ما بيمدش ايده الحرام غير كل من اكل الحرام اساسا من بيته. ربنا يكرم الجميع، وربنا يجعلنا كلنا باعلامنا الجميل اللي منورني، وانا اصريت على دخول كل الزملاء العالمين، انتوا منورينا. انا من هنا من موقعي ده بقول يا رب كل مؤسساتنا، مش بس نقابه المياه المسقيه، يا رب كل مؤسساتنا نلاقي فيها كل الناس اللي قاعده بجد تخلص. لا مجال للفساد داخل جمهوريه مصر العربيه، بلدنا لن تحتمل الفساد لاحقا. كفانا ما مرت به هذه البلاد، وكفانا ما مرت به هذه المهنة على وجه الخصوص من اعتلاء ناس لمقاعد فاسدة. لأبو الكلام الجميل، مصر محتاجة رجالة في كل حتة. أتمنى الزملاء ال 12 اللي هيجوا ربنا هيكرمهم، ربنا يعينهم على المسؤولية، واللهم لا تولي علينا من أمل هو نفسه إنه ممكن يعتلي الكرسي، طالما يعلم إن في حد دون المستوى مش موجود يتأكد ان هي خلاص. انا استحملت كتير الثمان شهور دول، عبرنا جسر كده جميل، وكنت مصر فيه على ان انا احتوي كل حاجة وعلمي كل حاجة، والحمد لله الناس قدرت معايا بمنتهى الشرف وبمنتهى الامانة. من تحدث عن اي سلبيات انا بقوله سامحني، لاي حد شاف ان كان في قصور في فترتي او في اي غفلة مني، لان انا في النهايه عبد يعني. لكن اللي هاقصي بيه امام الله واقول له يا رب والله العظيم ثلاثه انا ما اتاخرت دقيقه جهد في حياتي على مدى الفتره اللي انا دخلت فيها من 11/10 لغايه ما انا قاعد مع حضراتكم هنا النهارده 11/6 تقريبا، دول 8 شهور يا جماعه ولا 8 شهور؟ تقريبا 8 شهور الحمد لله. ربنا يعدي بصحه ولادي ما قدمته طوال 8 شهور، لو في اي قصور ارجو من الجميع سامحني عليه.
لو في اي تغاضي عن حاجه انا خدت بالي منها او كنت واخد بالي منها وتعمدت ان احنا نعدي الامر لبر الامان حقكم عليا سوقوا تماما ان بامرك يا رب بامر الله بحق لا اله الا الله محمد رسول الله اني لن اتهاون بالامر القادم بامر الله من اليوم ده من النهارده وسلطتكم الغاليه بالتزكيه دي وان محدش ترشح قدامي دي كبيره قوي عندي وغاليه قوي عندي وعرفتني اذا كنت راجل كنت مصر على انك تحمل الامانه بما يرضي الله اقسم بالله العظيم دلوقتي بقى جوايا 10 اضعاف طاقتي ان انا اقدمها لكل كبير كل موسيقي كبير في المهنه دي اللي ما رضيش يترشح قدام مصطفى كامل ده شرف كبير ليا وده على راسي كل ده على راسي من فوق فده هيحملني اكتر من اللي انا كان نفسي اعمله ومحس الواحد بالفخر والعزه من امبارح بالليل وانا بقرا كل زملائي وكل الاقاليم وكل لجان العمل والمحافظات والنقابات الفرعيه وزملائي كلهم اللي قاعدين مش عارف يعني خايف انسى حد اللي كان بيتكتب عليا من بالليل ده يا جماعه يعني ده كان يكفيني كمان يعني كان يكفيني اقسم بالله العظيم كان يكفيني وما نزلش انتخابات بعد اللي قريته حد يديله منديل يا جماعه حد يديله منديل يا جماعه